بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هشرح معاك وحل المشكلة ممكن تقابل بعضنا. والمشكلة دي هي إن لما نيجي نعمل كونكت على السيرفر بتاعنا بالطريقة دي بيحصل مشكلة وما بيرضاش يعمل معانا كونكت. خلينا نشوف أول حاجة إيه هي المشكلة، إيه الرسالة اللي بتظهر في المشكلة، وبعد كده نشوف حلها إيه. أنا دلوقتي بيعمل كونكت عادي معايا هو صح؟ طيب انا هاجي دلوقتي على نفس الداتا بيز انجين على السيرفر بتاعي وهعمل انا اللي هحل المشكله دلوقتي. بروح على السيرفيس او على السيكوال انفجريشن اي حاجه فيهم. وهي ايه بالظبط؟ يعني انت لو رحت في السيرفيس المفروض ان انت في السيرفيس تسيرش عن السيكوال سيرفر اللي هو زي كده سيكوال سيرفر مايكروسوفت سيكوال سيرفر. تمام، فهتلاقيها عندك معمول لها ستوب. يعني هي دي اللي بتبقى المشكله لما تلاقيها معمول لها ستوب كده سواء في السيرفيس ان انا لسه فاتحها من شويه اللي هي دي او السيكوال سيرفر كونفيجريشن اي واحده فيهم. لو في السيرفيس طبعا لو في نفس سيكوال سيرفر انفجريشن او بتضغط هنا اول حاجه على سيكوال سيرفر سيرفيس ما عملتش حاجه، هي دي اصلا الواجهه بتاعت البرنامج بتاع انفجريشن، يعني ما دخلتش على حاجه، مجرد بس هتحدد هنا دي وتروح هنا على السيكوال سيرفر هتلاقيها عندك ستوب. خليها بقى رنان. تمام، انا بس دلوقتي بخلق لك المشكله عشان اوريك الحل بتاعها ايه، ان هو ببساطه ان انت هتعمل دي رن. يعني هتيجي عندك برضو هنا في السيكوال سيرفر هتعمل كونكت برضو، بس المره دي بص بقى ايه اللي هيحصل. اول حاجه هياخد وقت، يكون يطول شويه يعني دقيقه مثلا، انا عارف انه لطيف شويه، وفي الاخر هيدي رساله ان هو مش عارف يعمل كونكت لان انت وقفت السيرفيس دي. فنستنى مع بعض كده لغايه ما يدينا الايرورز اللي هيظهر. انا مش عاوز بس اوقف الفيديو عشان خاطر بس في ناس بتفتكر ان لما بوقف الفيديو بيبقى في حاجه مثلا او يضحك عليهم يعني. فجاب لك الايرور ده اللي هو مش عارف يعمل كونكت للسيرفر واسم السيرفر بتاعك. طيب عشان احل المشكله بكل بساطه اروح على نفس السيكوال سيرفر كونفيجريشن مانجر واروح هنا على الستيت على السيكوال سيرفر تحديدا واقول ستوب او ويعمل ستارت تو ريت ثاني يخلص الريسبت او بقى رننج لنفسه. لو جربت دلوقتي هتلاقي اشتغل عملت كونكت اشتغل عادي. تمام، او ان انت تروح عندك على السيرفيس. تمام، بعد ما تروح على السيرفيس هتلاقي بالمنظر اللي باين تحت ده. انا مش عايز بس ادخل عليه عشان يعني مش صح حاجه ان نخش نشوف السيرفيس بتاعتنا او حد يشوف السيرفيس بتاعتنا. فهتلاقي عندك لسته كده فيها شويه سيرفيس، انت هتحدد اي واحده فيهم عشان بس تعرف تبحث، وبعدين اضغط حرف الاس في الكيبورد عندك هيجيب لك كل السيرفيس اللي بتبدا بحرف الاس. هتلاقي عندك ان اس سيكونس سيرفر نفس الاسم اللي احنا لقيناه هنا ده بالظبط. هتلاقي عندك سيكوال سيرفر ان اس سيكوال سيرفر بالظبط. هتروح عندك هتلاقي بلاستو اعمل لها رن وارجع تاني للسيكوال سيرفر واعمل كونكت وهتشتغل ان شاء الله. بس كده اتمنى.